وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، بعد التحية، نتابع يوما بعد يوم بيانات التضخم وارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم بقيادة الأزمة الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا. كيف ترى الوضع عالميا وتوقعات حضرتك خلال الفترة المقبلة؟ يعني طبعا التوقعات دائما، يعني سواء توقعات المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي ان بيخفض معدلات النمو، يعني وحتى ان معدل التضخم يعني اصاب كل دول العالم تضخم جامح، حتى يعني يمكن حتى الرسالات اللي جايه لنا من السياسيين والقادة الاوروبيين حتى وامريكا ايضا يتحدثوا على ان هذا التضخم ليس له علاج في الوضع الحالي، وان التضخم يعني سوف تتجه اغلب البنوك المركزية الى تجديد اجراءاتها. طبعا يعني كما هو معروف ان يعني في وقت الازمات بتنتهج الدول مجموعه من السياسات، يمكن في الاوقات العاديه بنقول عليها سياسه نقديه توسعيه، ولكن في وقت الازمات بيستخدموا سياسه نقديه او سياسه ماليه انكماشيه. طبعا السياسات الانكماشيه بتتلخص او وفقا للظروف اللي احنا بنمر بيها الان برفع سعر الفايده، وايضا بتكون رفع سعر الفايده مع ممكن قد تلجا الدول الى مزيدا من الديون علشان يحاولوا يحلوا ازماتهم بقدر المستطاع. طبعا يعني زي ما بقول ان التضخم ده بيكون له انعكاساته على دول العالم، لان العالم في النهايه هو مرتبط ببعضه الاخر، وبالتالي طبعا التضخم اذا كان موجود في الدول الاوروبيه او موجود في الولايات المتحده فده هينعكس على الدول الاخرى نتيجه حركه التجاره، وده اللي احنا بنطلق عليه التضخم المستورد، وبالتالي بتحاول كل دوله انها تتخذ مجموعه من السياسات والاجراءات الاستثنائيه ايضا، يعني ليس هنا نحن نتحدث عن اجراءات تشدديه، ولكن ايضا حتى بنتكلم عن اجراءات استثنائيه سواء يعني تقليل صادراتها او منع مجموعه من السلع والمنتجات يتم تصديرها علشان تقدر تحافظ على وفر من السلع والمنتجات الاساسيه لشعوبها. شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي.